هل يعني نستطيع أن نحسم ونجزم الآن أنه تم إخلاء مساحات كبيرة، هل هي المساحات الغالبة من الاعتصام من المعتصمين، ولا ما زالوا بيتجمعون ومصرين على البقاء في مكان معين؟ من الزاوية التي أنا أقف الآن فيها لا أجد أي يعني أي ملامح لأي اعتصام، سواء من الخيام سواء من التواتر الترابية والأسمنتية التي كنت أراها في المرات السابقة. نعم. لكن لا أدري بالدقة يعني محور الميدان من الداخل أو المقر الاعتصام أو منصة الاعتصام، لكن من الزاوية التي أنا أراها الآن المشهد كما ذكرت في السابق لا يوجد أي ملمح، لا يوجد أي مظهر من مظاهر الاعتصام أمامي، لا تواتر ترابية، لا خيام، لا حالة خروج، لا حالة ذهاب، لا حالة إياب، لا يوجد معتصمين من الزاوية التي أنا الآن موجود أمامي. هناك انتشار كثيف للغاية من الشرطة، ربما في كل أعتقد في مكان يعني يعلو حوالي 40 متر أو 30 متر، الشرطة منتشرة في كل مكان دكتور محمد، بجوار قاعة المؤتمرات، بجوار جامعة الأزهر، على يعني نواصي الطرق الشوارع الرئيسية، لكن أي بوادر لخروج الميدان أو خروج أو الخروج منه أو الدخول لا توجد على الإطلاق. لكن لا أدري طبعا بطبيعة الحال من الناحية الأخرى ما الذي يجري، أنا بتكلم عن الناحية اللي هي طريق النصر. أنا بشكرك جدا زميلنا عوض الغنام مراسل سي بي سي من ميدان رباع العدوية، وطبعا نوصي كل زملائنا بتوخي الحذر وبالذات عوض لأنه هو مغامر، فنتمنى أنه الصحفيين يتجاوبوا مع تعليمات وزارة الداخلية أيضا، كما نطالب السكان ورواد المنطقة بالمثل.